ايوه اوصونا بالدعاء. ايوه يعني انه ندعو لهم هناك. يقول اذا طلب مني انسان وانا ذاهب للحج والعمره قال ادعو لي يا زيد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم معه. Если кто-то отправляется в хадж, и люди им говорят, делай за меня дуа, и салям пророку салям передай. Чуть-чуть приостанови паузу. ها؟ مش هيريحك. ايه هذا ما يريح الاس.